بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله جميعا مع درس جديد من دروس شرح رواية وشم طريق الشاطبي. وقفنا عند قوله تعالى: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. جاءت مد متصل في الإشباع، رسلنا إبراهيم مد الفصل في الإشباع، بالبشرى التقليل قولا واحدا، قالوا إن مد الفصل في الإشباع، كذلك مهلكو أهل مد الفصل في الإشباع. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأهله إلا مد الفصل في الإشباع، إلا امرأته، نبتدي بكسر الهمزة، امرأته كانت فقط اختبارا. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. ولما أن مد الفصل في الإشباع، جاءت مد متصل في الإشباع. طبعا ننتبه إلى كلمة رسلنا، الراء والسين واللام فيهما الضم حتى لا تسكن السين. سي هذا الإشمام، وفيه مد متصل في الإشباع. ولا تحزنين منجوك، نقل حركة همزة إلى الساكن قبلها. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. على أهل مد منفصل في الإشباع، رجزا ننتبه إلى أن رجزا بالزاي ليست بالسين، السماء مد متصل فيه الإشباع. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون، منها آية مد منفصل في الإشباع، آية بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة، فعلى قصر البدل لنا في يعقلون ثلاثة العارض، وعلى توسط البدل التوسط الإشباع في العارض، وعلى إشباع البدل الإشباع في العارض. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فقال يا قوم اعبدوا، نبتدئ بضم الهمزة، اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، بدل مغير بالنقل في الأوجه الثلاثة المعروفة، وفيه راء مفتوحة قبلها كسر تلقق الراء في الأرض، نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. طبعا على قصر بدل في الآخر لنا في مفسدين ثلاثة العارض، وعلى التوسط البدل التوسط الإشباع في العارض، وعلى إشباع البدل الإشباع في العارض للسكون. فكذبوا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. في دارهم التقليل قولا واحدا. وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وثمودا وقد تبين، قرأ ونفع به التنوين. هذا ما فتح الله ولله عز وجل في هذا الوجه، والعلم عند الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.